على مدار التاريخ الحديث لكرة القدم لم تكن منافساتها بعيدة عن السياسة. الأمر نفسه ينطبق على سائر المنافسات الرياضية. ولو رجعت للتاريخ القديم ستجد أن الإغريق القدامى اعتبروا الرياضة حربا، لكنها حرب من دون أسلحة. اعتبروها تربية لتعليم السلام والهدنة والحوار. وفي العصر الحديث المنافسات الرياضية مناسبة مميزة تسمح لدول العالم أن يلتقوا ويتواجهوا بسلام أيضا ومن غير قتال. في المقابل تم توظيف الرياضة ومباريات كرة القدم توظيفات سياسية. ففي فترة الحرب الباردة كان يحكم الرياضة ويوجهها التنافس بين ما كان يعرف بالمعسكرين المتصارعين للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. كانت المباريات ساحة للتعبير عن مدى تفوق أحد المعسكرين على الخصم الآخر. وعلى الرغم من مبادئ الفيفا التي تنص على ضرورة الفصل التام بين كرة القدم والسياسة وتوعدها للمنتخبات بفرض عقوبات عليها في حال تدخلت السياسة في الفعاليات، إلا أن السياسة حضرت في جميع المونديالات السابقة ولكن بأشكال وصور مختلفة ومتفاوتة، إما من الحكومات أو من الشعوب أنفسها بهدف توصيل رسائل سياسية معينة. طيب، بالنسبة للمونديال الحالي، السؤال هو كيف حضرت السياسة في مونديال قطر؟ وهل يجب فعلا فصل السياسة عن الرياضة؟ الدكتور منصف اليازغي الباحث في السياسات الرياضية ينضم إلي الآن من الدوحة عبر خدمة سكايب للإجابة عن هذين السؤالين. دكتور منصف، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة. دكتور، هل فعلا يجب فصل الرياضة عن السياسة؟ يتوجب فصلها إذا كانت توظف تلك الرياضة خدمة للسياسة، أما إذا كانت السياسة في خدمة الرياضة بمعنى أن هناك سياسات رياضية موجهة للرقي بالرياضة فلا مانع من ذلك. إذا نحن أمام علاقة تتحدث ما بين طريد السياسة أو تسييس الرياضة، إذا هو علاقة جدلية يتوجب أن نعرف كيف نستعملها من خلال أن نوظف ما هو سياسي حكومي في خدمة الرياضة لنموها ورقيها عوض توظيف الرياضة لأهداف سياسية معينة. وربما بدون أن نعود إلى التاريخ ونعود إلى الغرب فقط على المستوى العربي فقط، هناك دول عديدة الرياضة لإبراز وإظهار السلطة الحاكمة في موقع آخر، بدليل أنه أحيانا دائما يتم محاولة القفز على الإنجاز الرياضي من خلال ظهور رئيس الدولة كمسلم للميدالية أو كمستقبل المنتخب الفائز أو حتى مودع للفريق المشارك في المنافسات، ودائما يقال في التصريحات نهدي هذا الإنجاز إلى رئيس الدولة. إذن عربيا كان توظيف لهذا الأمر يدرج أنه السلطة الحاكمة في الدول كانت دائما تمنح تدبير الرياضة أو كرة القدم على الخصوص لأشخاص مقربين أو أفياء أو حتى عساكر. طيب، في مونديال قطر تحديدا دكتور، يعني كيف رأيت حضور السياسة؟ أولا ربما السياسة ربما في شقها الإيجابي رأيته من قطر. كيف؟ قطر ارتكزت منذ يعني صعود الأمير السابق في سنة 96 أو 95 ارتكز على أمرين، على الإعلام وعلى الرياضة، وحاول أن تبرز للعالم كدويلة صغيرة من خلال هذين المرتكزين، فعملت بالإعلام من خلال قنواتها وسلسلة قنواتها في الرياضة والإخبار إلى آخره، ثم من خلال الرياضة من خلال تنمية الرياضة واستدعاء لاعبين شرفوا على التقاعد، لاعبين معروفين دوليا، من خلال رفع من قيمة الرياضة هنا بقطر. ربما الأمر كان صعبا من أجل خلق بطولة قوية، لكن ربما ارتأت أن تذهب في اتجاه احتضان تظاهرات الرياضية الكبرى لإبراز قطر دوليا، فكان التقدم إلى كأس العالم. ربما هذا التقدم لا قاعدة انتقادات، وأصبح الغرب يطرح ربما انتقادات بخصوص حقوق الإنسان، بخصوص الديمقراطية، بخصوص العمال، بخصوص البيئة إلى ذلك. لكن ربما نظرة قطر كانت فرصة، كانت ربما مغايرة، أي أن تطور بنية التحتية الكاملة ثم ستظهر كدولة جميل كبيرة جميل. في المجتمع. فقط هذه النقطة دكتور، عفوا معذرة للمقاطعة،
هذا إيجابيا أو فيما يخص قطر، لكن أعتقد أن هناك سلبيات أو كنت ستقوم بذكر السلبيات. نعم بطبيعة الحال. يعني سلبياتها تقصد يعني اعتقادات الغرب، سلبيات حضور السياسة في مونديال قطر. نعم سلبيات حضور السياسة في قطر تتمثل فيما يلي، هو أنه العالم ربما لا يريد أن يرى دولة عربية مسلمة محتضنة لتظاهرة كبرى، ويجب أن نعرف جيدا أن الخطف هذا الاستحقاق لتنظيم كأس العالم كان أمام عدة دول غربية من بينها أمريكا في التصويت الذي تم سنة 2010. إذن هناك ظلت هناك إكراه حقيقي بالنسبة للغرب هو أن تفوز دولة بهذا التنظيم، واستعملت نفس الوسائل التي كان يستعمل الغرب في احتضان هذه التظاهرات، وبالتالي فهي واجهت قوات السلاح وانطلقت العملية الضرب في هذا البلد. قد نتفق مع هذا البلد أو نختلف معه في أموره السياسية أو الاقتصادية إلى آخره، لكن ربما من حقه أن يحتضن لأنه ليس هناك شروط معينة من فيفا بخصوص احتضان هذا البلد دون هذا البلد، بدليل أنه روسيا التي يقولون بأنه غير ديمقراطية واعتقلت ولديها وضمت جزيرة القرم، رغم ذلك احتضنت المونديال بدون أي انتقادات. الصين عندما احتضنت الألعاب الأولمبية الكل أغلق فمه ولم يتحدث عن ظروف التشريع ما لم يتحدث عن الديمقراطية. إذن كانت هناك ربما ازدواجية في التعامل مع هذا الأمر إلى درجة أنه بدأ البعض يتحدث بتبريرات ربما فارغة. أعطيك مثالا، بدأ الحديث على أنه عملية تبريد الملاعب في قطر ستسيء إلى البيئة، في حين أنه نعرف جيدا بأنه في أوروبا ملاعبها أيام الشتاء تقوم بتبريد ملاعبها. إذن كيف يمكن أن نبرئ طرف وأن نجرم طرف نعم. آخر؟ نفس الأمر لقضية العمال. إذا ربما كان هناك نفاق غربي كبير، لا أقول بأن قطر هي ملاك، لكن أعتقد بأنه من حقها التنظيم ومن حق الغرب أن يأخذ الأمور بموضوعية. والغرب كجمهور الذي حضر هنا ربما رأى صورة أخرى عن الإسلام وعن الدول العربية. نعم دكتور منصف اليازغي الباحث في السياسات الرياضية، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في هذا البرنامج.